ما هي الإمامة؟ ما هو تعريف الإمامة؟ والذي نقصده إمامة أهل البيت، إمامة العترة، هي مقام ومنزلة تشبه مقامات الأنبياء، إلا أنه لا وحي فيها، وفيها من الأعمال والعلم والإلهام والتطهير وإذهاب الرجس، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان، حديث رواه الشيخان. ونحن نعلم أن هارون كان وزير موسى، قال موسى: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فعلي يأخذ من الأعمال هذه نفس ما يأخذها هارون، نفس الأعمال، وزارته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة معه، وحمله للرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لا وحي يوحى إليه، أي لا يصل إلى درجة النبوة.